اهلا بيكم في حلقه جديده من وضع انا شو. النهارده هنتفرج على حلقه جديده من البرنامج اللي بيجيبوا فيه اتنين من التيك توك ما يعرفوش بعض، ما شافوش بعض قبل كده، ويحطوهم في اوضه ازرق فازرق وبينهم حيطه بيضه، خلوهم يتكلموا عن البيست والاكس والكراش وينزلوا لهم اكل غالي. النهارده احنا هنتفرج على حلقه جديده من بلايند ديت شو، بس قبل ما الفيديو يبتدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل. المره دي هم جايبين اتنين انا ما اعرفهمش قوي، الولد اسمه عبد الغني، ده كنت شفته مره على انستغرام بصراحه يعني ضحكني، كان بيتكلم في توبيك مش فاكر ايه هو بس كان متعصب كده، فحسيت ان احساسه حقيقي فضحكت. هو عادي ان نتنياهو يطلع بنيامين بيبي نتنياكو؟ انت كاتب لي ورا على العربيه نو اير باج وداي لايك مين، هو ده عادي؟ انت ليه دلوقتي عامله لي الشفايف 35 نتروجين؟ انت طالعه على هاي واي وده عادي؟ وانت حطيت لي جنود 18 على عربيه فيرنا، هو ده عادي؟ بس بعد كده لما بقى يطلع لي معرفش ليه ما بقاش يضحك، بالعكس بقى مزعج، بحسه بيطلع يزعق كده وعروقه بتبان، بحس ان هو هيطقله عرق او حاجه، ببقى خايف وانا بتفرج، بحس ان هو هيجيله فتاق او حاجه. انت اوسخ واحد في البلاد، انت وجول حداد. غير كده ان انا حاسس ان هو لقى ان في حاجه معينه بتضحك، جمله معينه بتضحك، طريقه معينه بتضحك، مسك فيها بقى اللي هو خلاص انا عارف ان دي بتضحك فعاملها كتير. فانا لما بحس ان في حد بيعمل كده ببطل اضحك على كلامه، هو حرفيا ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يجيب توبك ويقعد يقول هو ده عادي هو ده عادي. اه يا عم عادي. اللي على الشمال بقى هي تيك توكر برضو اسمها ليلي سامي، هي اكيد طلعت لي على التايم لاين بس ما اعرفش هي بتعمل ايه بالظبط، هي من البنات اللي على تيك توك اللي عندهم 3 4 مليون فولور، بس انت مش عارف هم بيعملوا ايه بالظبط، بيبقوا غالبا بيحكوا حياتهم او بيقولوا النهارده اشتروا ميك اب ايه حاجات كده. الساعه دي معصباني. مضحك ان هي شعرها احمر ولابسه احمر، فاكر ان انا قلت قبل كده في حلقه ان انا بحس ان هي بنت شعرها احمر ريد فلاج، ريد فلاج متحرك، كنت بقولها كده مجازا يعني، ما تخيلتش ان في واحده تيجي في البرنامج ده شعرها احمر. انا حاسس ان هي ما اسمهاش ليلي اصلا، حاسس ان هي اسمها ليلى او حاجه يعني حاسس ليلي ده اسم جديد قوي، عشان اصدق ان واحده اسمها ليلي لازم اقابلها في ووتر واي مثلا وهي لابسه كروب توب. المهم نخش في الحلقه. صراحة اتخنت ثلاث مرات. ثلاث مرات؟ اتخنت ثلاث مرات، وده عادي، وده عادي إن أنت تتخن ثلاث مرات، ليه مصاحب بورن ستار؟ هو أنت كويس؟ بصراحة لا. ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم. أنا شرحت لكم فكرة البرنامج فممكن نقدم ليمون عشان يروقوا أعصابهم. ويعرفوا كده ياخدوا ويدوا. هاي هي 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 وده عندي والله. ايه تمام زي النظام الحمد لله. حاسك متعصبه شويه علينا، هتوقع حاجه تاني؟ توبت خلاص، انا وقعت الحيطه عليكي مرتين. ايه ده ما شفتش حوار الحيطه؟ كنت هموت واجل عشان طالع لي بيمبل كده يعني مجعلصه شويه، ما كنتش هاجي بسببها اصلا، كنت هكنسل ان انا اجي الصراحه بس اضطريت يعني. يعني اعرف البنت هي اللي تبقى مش عايزه تنزل عشان في حبوب في وشها. بوم وده عادي. فكر زي البنت برضو عادي مش مشكله. ما نشوف بقى يعني السكين كير روتين اكيد طبعا مهم جدا بالنسبه لك. هو اهم حاجه في حياتي فعلا السكين كير روتين. مش عارف هو بيتريق ولا بيتكلم بجد. انا عايزه اقول لك ان انا بيكي جدا في الاكل بس بعرف اطبخ. ايه ده انا نزلت مع الشربيني ولا ايه؟ قلت لك بتعرف تطبخ عادي، ما قلتلكش عندها برنامج في قناه سي بي سي سفره، يعني كوميديه انستجرام دي مش تشتغل في اي موقف، مش تبقى شخصيتك. وبعمل الشهقه دي. لا الشهقه؟ ايوه. لا الشهقه دي ممكن تخليني اروح عادي. ما هو لازم الشهقه دي. انا بضحك بس على انا نبره صوت والله. الشهقه دي ممكن تخليني اروح عادي. الشهقه دي هتخليني اروح. فاكره نفسها الشيف شربيني ولا ايه؟ لا لو كده نروح. عامله لك مفاجاه كده في الاخر. مفاجاه؟ يا خوفي. ايه ده؟ ده المنيو لبناني. انا بحب الاكل اللبناني قوي. يعني ما عنديش اكسبيرينس في الاكل اللبناني بجنيه، فاهم يعني ما تعرفش الفتوش والتبو. اسمع عن المنتوش والفنتوش والكلام ده بس ما دقتوش. ما دقتوش والله. ما سالاد هياخد فتوش، الابيتايزرز هياخد بطاطا حاره. هو يعني في سيزون 1 كانوا بينزلوا لهم اكل عادي، سيزون 2 بقى ينزلوا لهم مينيوز ويخلوهم يطلبوا. انا شايف ان سيزون 3 بقى يقفلوا البرنامج ده ويخلوه مطعم عادي، عايز يجي ياكل. المين ديش هيبقى تشيكن فته وديزرت هيبقى يعني في واحد واقف بيكتب فيه، واحد واقف هو يعني راكور هو مستني. عثمان ايه؟ عثمان ليا. عثمان ليا دي عادي يعني؟ دي اكله؟ اه عادي.
كلنا عارفينها، أكلة عادية جدا. الأوردر بتاعي بتروت سالاد، شكلها لذيذ. هي مش بتروت دي شركة إنتاج أو فت بقى، معرفش لبنان بتقولها إزاي. فاكر لما قلت لك إن أنا عاملة لك مفاجأة؟ آه فاكر. هدوقها لك دلوقتي. هتدوقها يعني؟ دي إيه بقى؟ شلوت ولا شلوت؟ انا طبخة. طب انت جاي لي اول ديت بطب بلانش بوكس ده عادي؟ انا الصراحة عادي. ده طبيعي؟ ده طبيعي عادي. كونسبت نفسه ان انت تنزلي بلانش بوكس ده اصلا مش عادي، بس يعني انت اذا فيها ايه؟ ثانية واحدة محد لاقي. تحسوا بيحاول يطلع سفة من اي حاجة، بس مش جاي معايا يعني. كل حاجة ماشية طبيعي، مفيش حاجة تحسها اللي هو مش عادي. تشيتينج تقريبا التوبيك ده جديد. بصراحه اتخنت ثلاث مرات. هو اصلا كل الريليشن شيب بتاعتك كانوا كام مره علشان تتخن من ثلاث بنات مختلفه؟ هم ثلاثه. مش عارف ليه حاسس ان انا شكك في كلامه، مش عارف ليه حاسه من الولاد اللي هي صاحبتي خانتني، تقول له عملت ايه؟ يقول لك سابتني وبعديها بسنه ارتبطت. عارفين التايب ده؟ اتخنتي قبل كده ولا لا؟ اعتقد بس انا معرفش. اعتقد عامه فاهم احساس ليلي. ساعات الواحد كده بيبقى حاسس بالخيانه بس مش شايفها، في طعنه جايله في ظهره بس مش عارف هي من مين. لو في حاجة كده بتبقى حاسس ان انت هتقفشها بس تهرب منك في اخر لحظة. في حاجات بتحصل وبعرفها بعد، فاهم، ما بنكون سيبنا بعض. اوكي احكي لي بقى عن الثلاثة اللي خانوك. اول مرة خالص دي جت بالصدفة، كنت حاسس ان هي بتكلم حد وبتاع، فمسكت تليفونها فلقيتها اوريدي عايشة حياتها مع اكسها اللي هي كانت مصاحباها. عملت ايه؟ ما عرفت. راح قال لها هو ده عادي الاكس اللي بتكلميه بقالك شهر ده عادي. والله صالحتها عادي. ايه؟ لا برضو انا مش فاهمه يعني، واحده خانتك انت رحت تقول لها معلش سامحيني ارجوكي؟ لا مش كده، بس لما حسيت ان هي مش فارق لها قمت رايح بقى بحاول اصلح الموضوع وبحاول اللي هو إيه خلاص يعني بقى بصالح. هو ليه ابتدى يسحب عليا؟ مش عايز حاجه زي كده تحصل. خدت حقي وخلاص الموضوع راح. حلو خدت حقك بس اديته درس في الاخلاق. اول واحد ده الصراحه اديته درس فاهم فيزيكس. تاني واحد ده هما بيقيموا ايه؟ انا مش فاهم. بيقيموا الخيانه الشيتنج يعني انت في الشيتنج كام؟ في كام من 10؟ في مين على ايه؟ بعدين هو بيقيمها لايه اصلا؟ ما فتحتش بقها. ايه النظام؟ لا ده رقم عالي والله. يا عيني. نزل لك الاكل؟ نزل لي بورشن صغير موت الصراحه. عينات. انت عايز تاكل ايه؟ عايز تاكل طبق كبير يعني؟ انا بحب اتغذى الصراحه، انا بحب اكل. ده انت جعان قوي. جعان قوي يا ما بنقولش كده يا ليلي يعني، بس ماشي. عيب قوي البق بتاع جعان قوي ده الصراحه. لا ما انا جعانه. جعان كصفه ولا كعان؟ هفتاني قصدي هفتاني. احكي لي عن اللايف ستايل بتاعتك. هقول لك، انا برج العقرب، بشتغل ريل استيت بقالي 8 سنين. وانت ايه النظام؟ اول حاجه هقولها لك ريل استيت. العيال الروشه اللي بتمشي بمحفظه ومفاتيح ولسه مخلصين صفقه فيلا في الساحل. العيال بتكلمك تقول لك في فيلا في بالم هيلز ب 20 مليون مقدم، ما ينفعش تفوتها. اعتقد عبد الغني ده لو بيشتغل ريل استيت اعتقد ان هو مش هيبقى الناس اللي هي بتتكلم في التليفون، لان الموضوع هيبقى صعب شويه. معاه فيلا 375 متر، ستاند الون على طريق السويس، فيها جاردن ببسين، خدمات متكامله وامن وحراسه، ثلاث غرف واربعه تواليت وريسبشن اربع قطع. يعني ان انا واحده جوزائيه مبدئيا. انا جوزاء. انا كنت عمود دلوقتي. جوزاء جيميناي ده خلي بالك يعني في حته بعيده برضه. يعني أرحب. هو اصلا ديت عقرب وجوزاء ده احنا المفروض نكسر الحيطه دي ونروح. دوبك نكسرها ونروح عشان متاخرين. عادي ان احنا نسافر مع بعض لوحدينا ولا لازم بقى يبقى في صحابنا ولا ما ينفعش اصلا ولا ده ولا ده؟ او اكيد مفيش بنت هتقول لك عادي نسافر مع بعض لوحدينا. مش حد اصلا بيسال بنت يقول لها عادي نسافر مع بعض لوحدينا. اكيد مش هسافر انا وانت لوحدنا يعني، لازم يبقى في جروب معانا. لازم يبقى معانا مأذون مثلا اتليست سيرد ويل او حاجه. طب انت عندك مشكله في اللبس؟ ما عنديش مشكله، بس لكل مقام المقال برضو يعني. ما تنزلش مثلا امبابه لابسه دريس شفتيش احمر ميتاليك، فاهم قصدي؟ ايش احمر ميتاليك؟ هل انت بتعرف تحوش فلوس؟ لا خالص الصراحة، اللي معايا بصرفه كله. أنا مش كده خالص. أيوه يابا. ببقى حاطة بادجت لكل حاجة، حتى في السفر ضايع. في كل حاجة. يعني حريصة يعني. كويس يعني، هو بوي فريند صريف، جيرل فريند بتحافظ على الفلوس، اكس بيرفكت كابل. دلوقتي مثلا أنت، هل أنت يعني إنسان بتدي هدايا كتير؟ يعني لا بتجيب هدايا كتير؟ لا عليكي خالص. كأنك مع بابا نويل ما. ده حاجة كويسة، وأنا كمان على فكرة. لا بابا نويل بجد. أيوه يابا، اللي معاه فلوس هيروق هيصرف. مش هتتحرمي من حاجة خالص، مش هتحطي إيدك في جيبك إن شاء الله يعني. أنا حاسة لا يعني صراحة، أنا ما يعني مرة عليك ومرة عليا. ويدنج. نخش بقى في المهم، الفرح بقى على العريس ولا على العروسة ولا على الإنتاج ولا على مين بالظبط؟ لذيذ شكله ده بقى.
انت دوتي ولا لسه؟ ايه النظام؟ جامد؟ انت ما يعني عايز تقول ان هو خلاص مكسوفه اكيد. انت دلوقتي بتفكري الفرح ده بيبقى عامل ازاي؟ عايزه تعمليه بره مصر ولا جوه مصر؟ يعني ممكن نعمله على الحدود كده. وايه اللي بره مصر ولا جوه مصر؟ هي ايه الدسكشن ده اصلا؟ انت محتاج مكان كل الناس تعرف تيجي فيه، غير بقى لو انت هتعمل واحد في مصر واحد بره مصر. يعني واحد في مصر واحد في يوروب، احنا نعمل تور. عايزه فرح يعني مش لازم نصرف يعني كل الملايين اللي معانا، يعني ده لو معانا ملايين اصلا. لا ما تلاقيش الدنيا تمام قوي. ايوه يابا اللي معاه فلوس العيشه المرتاحه. انت مش نازله مش نازله ديت مع واحد على الله يعني تلاقيه؟ لا انا بتكلم خلاص يا استاذ في الويدنج دلوقتي. لا والويدنج برضو هيبقى في ايبيزا على البحر، ما تلاقيش ايبيزا. ايه يا اسطى ما خلاص يا اسطى عرفناك انك معاك فلوس وده عندي. طب عايزه مغني زي مين يعني؟ عمرو دياب يعني ولا تامر حسني؟ تامر حسني اه الفرح اتلغى يا نهار. لا هو انت هتلغيت اصلا من حياتي دلوقتي، انت بجنو بجنو. بس هو تامر حسني كان جامد زمان يعني واحنا صغيرين. لا تامر حسني عامة وفديه يعني ما حق. بتحبيه؟ بعشقه. هو اللي بتحبيه؟ بعشقه. قالت بعشقه بطريقة يعني غريبة. انا بعشقك انها مثلا الالتراس تامر حسني في عز تامر حسني اللي هو 2008 مثلا مع عمر وسلمى اتنين طلع. ودي بصراحه يعني حاجه غريبه شويه يعني انا فاهمه بقى هنا يعني في ساعات كده لما بتبقى قاعد مع بنت تسمع حاجه كده بتفصلك. يعني تامر حسني اكيد كلنا بنحبه بس ما اعتقدش ان احنا بنحبه يعني بجد، يعني بنحبه اللي هو انا ايرونيكلي اللي هو واحنا بنسمعه بس مش بجد، يعني اللي هو بنحب القديم مثلا. ممكن حاجات من الجديد اللي هو لو شفناه في الشارع مثلا مش هنصور معاه او هنصور معاه معرفش. طب حماقي ايه النظام؟ بحبه ليه؟ قشطه. بس انا تامر حسني التوب يعني. رامي صبري ده انا بقى بجد بحبه عشان عمرو دياب فريش حاجه برضه. يعني عاديه. ايوه ماشي يعني عمرو وتامر يعني نجيب عمرو وتامر وخلاص. نعمل كلاب. نجيب عمرو وتامر يعني ونخلص يعني. يا عم فهمنا انك معاك فلوس وتامر وخلاص. نعمل كلاب ما بينهم هيبقى لذيذ الموضوع ده. انت ليكي في المطربين اللي هم الشعبيين وكده ولا اخك اللي هو العادي؟ لا ليا صراحه. يعني بتحبي ايه؟ مجدي شطه يعني ولا ايه؟ لا بحب عصام صاصا. بيغني اغنيه ايه طيب؟ صاحبي من غبائه راح قال له حبيبتي. انت في حته بعيده قوي. انا فاهمه فشخ عامه. هو دلوقتي في الحته بتاعت لما بتبقى قاعد في ديت مع بنت وتسمع حاجه غريبه او بتسمع حاجه بتحسسك ان البنت دي مش شبهك او مش على نفس الفريكوينسي. شكلها بتسمع عصام صاصا بجد. مش قصدي ان عصام صاصا وحش يعني، ما انا بسمع عصام صاصا بس ارجع اقول تاني بسمعه ايرونيكلي كده اللي هو حاله لما ببقى في حاله معينه. هو مش انا يعني مش شخصيتي يعني. لو شفته في الشارع مش هتصور معاه مثلا او هتصور معاه معرفش. انت ازاي عارفه الحاجات دي؟ المفروض تسمعها. وفي حمو بيكا. بتحبي بيكا؟ انا حبيتك. ما تهزريش بقى. انا سمتك لكن خلاص. انا هنا بقى مش عارف انت بتهزري ولا بتكلمي بجد ولا بتترولي يعني على الواد. مش لدرجه حمو بيكا يعني يا ليلي. يعني حمو بيكا برضو مش وحش يعني ممكن اسمعه حاله يعني اللي هو ايرونيكلي يعني اللي هو لو شفته في الشارع مش هتصور معاه يعني او ممكن اتصور معاه والله. بص دلوقتي هنلعب لعبة بين سيركل عاملاها، هيقولوا لنا على حاجات ونشوف هل هي على العريس ولا على العروسة. هي إجابة واحدة بالنسبة لي. يا عم ده أنت معاك فلوس يا عم كتير. يا عم خلاص بقى والله. فستان العروسة. الحلقة دي سبونسر. يعني أنا شايفة إن الفستان على جزء. العريس يعني ده اللي ماما فهمته لي على هو بالنسبة لي كل حاجة على العريس أصلا. الهاني مون أنت شايفاه على مين؟ شايفاه على العريس طبعا. ما كده كده ما بالظبط. مش مقتنع الصراحه ان البنت بتدفع قوي يعني. انت شايف الخطوبه على مين؟ حوار الجزم ده هو يعني كفكره لذيذه بس هي ويرد شويه مدياني فايب كده كريبي سنه. طيب ميك اب وشعر العروسه اخترت ايه؟ اخترت البنت على العروسه. ما انا كمان يعني انا مش عارفه يعني حسيت يعني ان هو يعني دفعت 300 جنيه حتى 300 جنيه؟ الميك اب ممكن ب 10,000 جنيه مثلا. طب وجاي على نفس الكلام هجيب بيت ب 20 مليون جنيه. 20 مليون جنيه ايه يا عم؟ فاكر نفسك ايلون ماسك ولا مارك زاكربرت؟ فاكر نفسك ابو هشيمه؟ وده عادي. هو ايه محاوله اظهار الفلوس المبالغ فيها دي؟ مش فاهم. بلس حاسه من الناس اللي هي هيصرف عليكي وهيدلعك بس في اول خناقه هيقول لك ده انا جبت وعملت هو هيذلك يعني. لو اتجوزنا لو و انتوا دلوقتي عندكم بيت عيله مثلا، هل هتاخدني ونروح نقعد في بيت العيله ده؟ اكيد هتقعدي معززه مكرمه في بيت لوحدك خالص. ما خلاص بقى ما قال لك بقى هيجيب لك بيت ب 20 مليون وهيعمل لك فرحك في ايبيزا، ما تخلوش يرجع لحته الماديات دي تاني ارجوكي. طيب دلوقتي عندنا بيتنا وكل حاجه وخلصنا الف مبروك. انا البيت انا معايا مفتاح وانت معاك مفتاح، في مفتاح تالت بقى يا بيكون مع اهلي يا بيكون مع اهلك، هنديه لمين؟ ادوني انا. تفتكر شكلي عامل ازاي؟ الموضوع بالنسبه لي فاهم مظلم خالص مش قادر اتخيله. برونات ممكن طويله ده اللي جه في دماغي يعني.
وانا برضو مش قادره صراحه احضر. ايوه تحس ان الموضوع مش مفهوم. مش عارف، حاسس ان انا لو سمعت صوت عبد الغني وانا مغمض عيني هتخيل سواء تريلا. ياس ياس، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ كل عام. حاسس ان هي اطول منه، يعني لو جيت لو مشينا مسطره هنا كده وهي قاعده اطول منه، يعني قبل ما يقعدوا كده لسه اطول منه، ولا هو قاعد قبليها؟ ياس ياس، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ كل عام. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، انا كويس، انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبار الدنيا ايه؟ كله كويس، كله تمام. لا في اوكورنس مش طبيعي، مش متخيلك اصلا شكلك كده خالص. حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه طبعا. ليلي ليلي في ضحكه كده اللي هو فيلر للكلام عشان ما يبقاش في صمت. البيت كان غريب جدا يعني. لا حقيقي في كده مس اندرستاندينج في الاول. التشيتنج انت مديني 7، ليه عملت لك انا ايه؟ انا ما اتكلمتش، انا كنت بسمع مشاكلك مبدئيا. هي فعلا ما اتكلمتش، انا فكرت التشيتنج دي ما عملتش حاجه ان هي قعدت تسمعه، فانا مش عارف هو ده تقييم على ايه اصلا. مش انا اللي خنتك على فكره، انا مديك 8. لايف ستايل مديك 9، انت مديني 6، عملت لك انا ايه بقى برضه؟ انت اللايف ستايل بتاعك يعني هادي شويتين ثلاثه. انا هادي؟ انا هوريك الجنان دلوقتي. انا جايبه لك يعني لانش بوكس وفي ماشي ورق عنب. خسرت اللانش بوكس، خسرت الورق العنب. جبت لي انت ايه وانت جاي؟ جبت لي ايه؟ انت لسه وقعت خلاص. ايوه انت جعان بقى. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وفولو بنز سيركل على فيسبوك وانستغرام وتيك توك واكس وثريدز وسبسكرايب على يوتيوب. ايه كل ده؟ ما تعملوا بنترست بالمره، بنترست وتمبلر. صراحه كانوا لازم يجيبوا شخص تهدي لان هو غلس، هو بيتكلم كده ليه؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكونوا انبسطتوا. هو عبد الغني يعني دمه مش تقيل، بس هو فعلا تحس بفايب غلاسه كده، تحسه كده عيل من العيال اللي هي بلع زورها دي، بس هو مش اوفر اول يعني مش سيء يعني. ليلي برده كانت شكلها هادي، شكلها طبيعي يمكن شويه عنه، هي بس حته عصام صاصه وحمو بيكا دي يعني غريبه شويه، حواليها علامات استفهام كده. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتكتبوا لي في كومنت مش عارف تكتبوا لي ايه، تقولوا لي ايه رايكم في البلوفر ده. وبس كده، واشوفكوا تاني قريب، و باي باي.